اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. حامد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. شرفني النهارده. بتشرف دايما بوجودي مع حضرتك. كله كويس؟ كل زي الفل. شرف بوجودك دايما مراد. حبيبي يا كابتن سعيدنا موجود معاك. بارك ايه؟ حبيبي كابتن الحمد لله زي الفل. الله يوحشني. حياك يا كابتن سيف، حياك اكتر. طول لك دايما. الله يحييك يا ربنا يخليك يا رب. بارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام. نبتدي معاك باول ملف لينا سريعا كده ونشوف اخبارنا، نشوف اول حاجه معانا ايه. عراقي، بص يا كابتن، طول ما مفيش المهاجم السوبر، ان الاهلي قدر يتعاقد مع مهاجم سوبر، فالملف مش هيتقفل لحد اللحظه دي. اداره النادي الاهلي شايفه ان هم ما تعاقدوش مع مهاجم سوبر. النهارده مودست ما قدمش افضل حاجه، صلاح محسن الراجل اساسا مش مقتنع بيه تماما، وكهربا الفتره الاخيره مش في افضل احواله، فبالتالي قصه التعاقد مع مهاجم مستمره معانا لحد ما الاهلي يقدر يضم مهاجم سوبر. قصه مهاجم الاجنبي وفقا للاجتماع الاخير اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقه اللي فاتت، ان الراجل مكمل وقال ان هو يعني بيثق في مودست على الاقل لحد نهاية كاس العالم، في اتجاه لاستمرار مودست نهاية الموسم. ده خلى اداره النادي الاهلي تمشي في اتجاهين، اتكلمنا في اتجاه قبل كده قصه المهاجم المحلي، وفي اتجاه دلوقتي اتطرح خلال الاسبوع اللي فات قصه مهاجم اجنبي تحت السن. اللي طرح الفكره دي كولر نفسه، وزي ما اختار مودست وقال لهم انا عايز مهاجم طوله كذا وسنه، واتكلم ساعتها في الطول واتكلم في الامكانيات على مودست، وكان بالظبط بيختار مودست، نفس الكلام عمله في المهاجم تحت السن. هو تقريبا مختار مهاجم من المهاجمين اللي شاركوا في بطوله كاس العالم الاخيره للشباب. عرضوا على النادي الاهلي والموضوع لسه يعني بيطرحوا، طبعا لسه فيه مفاوضات، ولكن قصه المهاجم المحلي فيها مشكله. ليه يا كابتن؟ اول حاجه اوفا اداره نادي انبي، ودي المفاجاه، يعني طالبه يعني بتضاعف الارقام كل شويه. طبعا حضرتك ادرى الناس باستاذ ايمن الشراعي، اخر حاجه 3 مليون دولار، يعني اخر رقم 3 مليون دولار. طبعا هو بيبقى رقم كبير في الاول، وبعد كده على جلسه المفاوضات الدنيا بتختلف، ولكن الاهلي شايف ان قصه اوفا بعيده جدا. مروان حمدي طبعا بعد القرار الاخير وقصه عودته لتدريبات المصري، فبرضه الموضوع بيبتعد. قصه المهاجم الاجنبي اللي تحت السن مطروحه بقوه في حاله عدم استمرار مودست. مودست كاس العالم هيكون الفرصه الاخيره ليه مع اداره النادي الاهلي. كولر طلب استمراره لحد نهايه الموسم، ولكن لو الراجل ما قدمش كرامات زي ما بيقولوا في بطوله كاس العالم قد تتغير الفكره خالص.